إخواني أخواتي، السلام عليكم. إن شاء الله في هذا الدرس سأقوم بالتعريف ببرنامج الإكسل بشكل وجيز، ثم بعد ذلك سأمر إلى شرح ووصف نافذة برنامج إكسل. الإكسل هو برنامج يستخدم لإنشاء جداول البيانات، إنجاز عمليات حسابية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الإكسل يستخدم من أجل إنجاز التحليلات والرسوم البيانية وما إلى ذلك. للإشارة، فإن إكسل تم إنشاؤه من طرف شركة مايكروسوفت في بداية الثمانينات. الآن سوف نمر إلى شرح ووصف نافذة برنامج الإكسل. من أجل ذلك، أول شيء نقوم به هو فتح برنامج الإكسل. من أجل فتح برنامج الإكسل، نضغط بالزر الأيمن على أيقونة الإكسل. كما تلاحظون، هذه هي أيقونة الإكسل. كما تلاحظون، فهذه هي نافذة أو واجهة برنامج الإكسل. هذه النافذة هي ورقة العمل التي سنعتمد عليها من أجل إدخال البيانات، إنجاز العملية الحسابية والرسوم البيانية. كما ترون، فإن ورقة العمل هي عبارة عن جدول يتكون من أعمدة وصفوف وأيضا خلايا. نبدأ بشرح مفهوم الخلايا. ماذا نقصد بالخلية؟ كما تلاحظون، المكان المحاط بإطار هو ما يسمى بالخلية. الخلية هي مكان لكتابة البيانات، ويعرف موقعها أي موقع الخلية بالتقاء العمود بالصف. فمن أجل تحديد موقع الخلية، يجب تحديد نقطة التقاء العمود مع الصف. فمثلا، هذه الخلية لديها عنوان. إذن في هذا الحقل يمكن لنا تحديد عنوان خلية. فمثلا عنوان هذه الخلية هو G7. إذن G هو اسم العمود، 7 هو رقم الصف. هذه الخلية المحاطة بإطار تسمى كذلك الخلية النشطة. فهذه الأخيرة هي التي تكون جاهزة لإدخال البيانات. أيضا، فنافذة برنامج إكسل تتكون من أعمدة. كما تلاحظون، فإنه تتم تسمية هذه الأعمدة بالحروف اللاتينية. كما تلاحظون، العمود A، العمود B، C، D وما إلى ذلك. بصفة عامة، العمود عبارة عن مجموعة من الخلايا المتراصة في وضع عمودي. فمثلا، العمود D هو عبارة عن مجموعة من الخلايا المتراصة في وضع عمودي. كذلك، فنافذة برنامج إكسل تتكون من صفوف يتم تسميتها بالأرقام. فمثلا، الصف رقم 1، الصف رقم 2، الصف رقم 3 وما إلى ذلك. عندما نتحدث عن الصف في برنامج إكسل، فإننا نقصد مجموعة من الخلايا المترصة في وضع أفقي. فمثلا، الصف 5 هو عبارة عن مجموعة من الخلايا المترصة في وضع أفقي. علاوة على ما سبق، فإن نافذة برنامج إكسل تتكون من شريط يسمى شريط الصيغة. لشرح شريط الصيغة، ننتقل إلى ملف آخر. أنجزنا هذا الجدول من أجل شرح مفهوم شريط الصيغة. بصفة عامة، شريط الصيغة كما تلاحظون يتكون من
من هذا الحقل. إذن هذا هو شريط الصيغة. شريط الصيغة بصفة عامة يتكون من مجموعة من الأوامر. هذا الرمز كانسل يرمز إلى إلغاء الكتابة أو السياق قبل الموافقة، بينما هذا الرمز انتر يرمز إلى أمر الموافقة على النص المكتوب داخل الخلية، بينما هذا الرمز اف اكس يرمز إلى إدراج الدوال المبرمجة في الإكسل. بالإضافة إلى ذلك، فإن شريط الصيغة يتكون من حقل يبرز ويبين كل ما تتضمنه الخلية من قيم وصيغ. فمثلا عندما نضغط على الخلية C7، فإن المحتوى number one نفسه يظهر في شريط الصيغة. كذلك عندما نضغط على الخلية C8، فإن العدد 10 يظهر في شريط الصيغة كذلك. يمكن أيضا لشريط الصيغة أن يظهر لنا الصيغ التي اعتمدت من أجل إنجاز عملية حسابية. فمثلا عند الضغط على الخلية E8 التي تحتوي على العدد 30 مجموع 10 و20، فإننا نلاحظ أن شريط الصيغة يحتوي على الصيغة يساوي C8 زائد D8. هذه الصيغة استعملت من أجل إيجاد مجموع 10 و20. إخواني أخواتي، وصلنا إلى نهاية الدرس الأول من برنامج الإكسل. أتمنى أنكم قد استفدتم من هذا الدرس. شكرا جزيلا على حسن تتبعكم، وإلى فرصة قادمة إن شاء الله.